السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مشاهدينا الكرام. من الرافدين، من أبرز النحاة البصريين بعد أبي الأسود الدؤلي؟ وما مكانتهم العلمية؟ وما أبرز مؤلفاتهم؟ كيف بدأت المشكلة بين عبد الله بن أبي إسحاق الحضرمي البصري أحد الأئمة في القراءة والنحو، وبين الشاعر الفرزدق التميمي البصري أحد ثلاثة من فحول الشعراء في العصر الأموي؟ سنناقش ذلك إذن في حلقة لسان العربي لهذا الأسبوع بعنوان اللغة العربية في العراق الجزء الثاني. أهلا بكم مشاهدينا الكرام مجددا في لسان العربي من الرافدين، ونذكر بموضوعنا هذا الأسبوع اللغة العربية في العراق الجزء الثاني. نرحب بضيفنا الأستاذ الدكتور حمدي بخيت، أستاذ اللغة العربية بجامعة جيرسون التركية. حياكم الله ومرحبا بكم أستاذنا. حياكم الله وإياكم، وأهلا وسهلا ومرحبا. ونرحب أيضا مشاهدينا الكرام بضيفنا عبر سكايب من بغداد الدكتور محمد عبيد الجوراني، الكاتب والباحث في اللغة العربية. حياكم الله دكتور محمد معنا. حياك الله، أهلا وسهلا بك، سعيد. شكرا جزيلا، أهلا بك. إذن دكتور حمدي نبدأ منك، حدثنا عن عنبس الفيل وميمون الأقرن من أبرز نحاة البصرة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. بدأ أبو الأسود الدؤلي موضوع النحو بعد أن نقط المصحف نقط إعراب، وبدأ يعلم تلامذة له ما كان أصله، أخذ يفرع على هذا التأصيل، ومن تلامذته الذين تلقوا عليه العلم ابنه عطاء ابن أبي الأسود ويحيى ابن يعمر وميمون الأقرن وعنبسة الفيل وعنبسة ابن معدان المهري يقال له عنبسة الفيل، ونصر بن عاصم وعبد الرحمن بن هرمز. يعني هو المهري انتسب إلى مهرة؟ مهرة، نعم. هكذا. نعم. أغلب العلماء الأوائل أغلبهم إما أن يكون بالولاء، وهذا هو الغالب. نعم، وقليل منهم يكون أصليا في النسب. صحيح. نعم. عنبسة ابن معدان الفيل، نسبة الفيل أولا، وهو أصلا من تلاميذة أبي الأسود البارعين. والده معدان يعني رجل من أهل ميسان، قدم إلى البصرة وكان رجلا معه مال وغير ذلك، أخذ كان مع عبد الله بن عامر فيل، فاستكثر نفقته فطلب منه أن يأخذه لينفق عليه ويكون له فضل. فمعدان هذا أنجب ابنا سماه عنبسة. عنبسة تعلم النحو، ولذا قيل عنبسة الفيل نسبة إلى هذا النظر للفيل الذي كان عندهم. نعم، فتعلم النحو على يد أبي الأسود الدؤلي، وروى الشعر وبرع، وانتسب إلى مهرة بن حيدان. نعم، انتسابا ليس حقيقة. نعم، روى لجرير شعرا فبلغ ذلك الفرزدق. قال الفرزدق، ومعروف الفرزدق وأسلوب الفرزدق، صحيح. لقد كان في معدان والفيل زاجر لعنبسة الراوي علي القصائدة. روي أو يروى عن أبي عبيدة معمر بن المثنى أنه قال اختلف الناس إلى أبي الأسود الدؤلي يتعلمون منه العربية. نعم. فكان أبرع أصحابه عنبسة بن معدان المهري. جميل. واختلف الناس إلى عنبسة فكان أبرع أصحابه ميمون الأقرن. وروي أيضا يعني في اختلاف في التقديم والتأخير بين عنبسة وبين ميمون. هل من أخذ أحدهما من آخر؟ يعني هو يعني في أصح الروايتين بأنه ميمون، بأنه عنبسة هو بعد الأسبق. ميمون. نعم، هو الأسبق. صحيح. نعم. ننتقل إلى ميمون إذن. عفوا. نعم. دكتور. ميمون الأقرن هو الإمام المقدم وبعد أبي الأسود الدؤلي. أخذ عن أبي الأسود وأخذ عنه عنبسة ابن معدان الفيل في أصح الروايتين. نعم. حدث إسحاق بن إبراهيم الموصلي قال أمر زياد أبي الأسود أن ينقط المصحف فنقطها ورسم
من النحو رسوما، ثم جاء بعده ميمون الأقرن فزاد عليه في حدود العربية، ثم زاد فيها بعده عنبسة بن معدن المهري. ميمون الأقرن أحد الأئمة أو أحد أئمة العربية الخمسة الذين يرجع إليهم في المشكلات. حدث أبو عبيدة أن يونس، النحوي يونس بن حبيب، سئل عن جرير والفرزدق والأخطل أيهم أشعر؟ نعم فقال أجمعت العلماء على الأخطل. طيب من العلماء؟ قال أبو عبيدة فقلت لرجل إلى جنبه سله من هؤلاء العلماء. نعم فسأله فقال هم ميمون الأقرن وعنبسة الفيل وابن أبي إسحاق الحضرمي وأبو عمرو بن العلاء وعيسى بن عمر الثقفي. هؤلاء الخمسة يعني خمسة، هو أحدهم ميمون الأقرن. ميمون الأقرن نعم نعم غالي يعني المتقدمون كانت لهم يعني فضيلة التقدم، وضعوا أشياء يسيرة ولم يصلن منها شيء، لكن بنوا أو أنشأوا أجيالا، هذه الأجيال هي التي أوجدت لنا ما نتعلمه اليوم. إذن من هنا دكتور محمد ضيفنا عبر سكايب من بغداد، نجدد الترحيب بك مرة أخرى، ونحن نواصل الحديث عن أبرز العلماء الأوائل الذين نشأوا في العراق وأبرز النحاة، ومنهم حدثنا متفضلا إذن عن نصر بن عاصم الليثي وعبد الرحمن بن هرمز وعن يحيى بن عمر العدواني. تفضل دكتور محمد. أهلا بك أستاذ نصير، زميل الدراسة أخيين، كنا فرق الدهر بيننا، اليوم بادرت باللقاء، شكرا جزيلا لك. اسمح لي قبل البدء بثواني أشير فيها إلى أهمية موضوع هذا الحوار من جانبين، الأول الوفاء والاعتراف بالفضل لرواد العربية الأوائل ممن حملتهم الغيرة على دينهم فانبروا للبحث جاهدين، والوفاء قيمة إنسانية عظيمة. والجانب الثاني إن استذكار ومراجعة الأسس والمنطلقات التي انطلق منها المؤسسون يجعلنا دوما في قلب الغاية السامية والهدف لا نحيد عنه، وهو بالأساس خدمة كتاب الله، فالقرآن الكريم هو في النهاية نص لغوي، واللغة هي مفتاحه الأول. فيما يخص أولئك الرجال الذين سألت عنهم، نصر بن عاصم الليثي وعبد الرحمن بن هرمز ويحيى بن يعمر، هم أبرز قادة المرحلة الأولى أو ما تسمى بطور الوضع والتكوين الذي يمتد من عصر أبي الأسود إلى أوائل عصر أبي عمرو بن العلاء، وهم من الطبقة التي أخذت عن أبي الأسود هؤلاء الثلاثة، أبي الأسود الدؤلي، وهم طبقة كبيرة كان جل من فيها من القراء وعلماء الحديث. فنصر بن عاصم الليثي النحوي من فقهاء التابعين، وكان أستاذا في القراءة والنحو، وقيل إن له كتابا في العربية، ومما قيل فيه إنه ليفلق بالعربية تفليقا. ويكفي أن ممن أخذ عنه أبو عمرو بن العلاء، مات رحمه الله في البصرة سنة 89 في أيام الوليد بن عبد الملك، وقيل سنة 90. وأما أبو داود عبد الرحمن بن هرمز الأعرج فكان مولا لمحمد بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب. انظر كيف يرفع العلم الإنسان، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، اجتهد وترقى في درجات العلم، حتى أن أبا سعيد السيرافي قال فيه كان عبد الرحمن بن هرمز من أول من وضع العربية، وكان أعلم الناس بأنساب قريش وأحد القراء. خرج رحمه الله إلى الإسكندرية وأقام بها إلى أن مات سنة 17 و100 في أيام هشام بن عبد الملك. وأما أبو سليمان يحيى بن يعمر العدواني، هو رجل من عدوان بن قيس بن عيلان بن مضر، وكان عداده في بني ليث من كنانة، فقد كان عالما بالعربية والحديث، لقي عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وغيرهما من الصحابة، وروى عن قتادة وإسحاق بن سويد وغيرهما من العلماء. توفي تقبله الله سنة 29 و100. هكذا هم الرجال المسون، فقهاء وقراء ومحدثون، جزاهم الله عن أمة محمد خير الجزاء. حياكم الله دكتور محمد، إذن سأعود إليك مجددا. دكتور حمدي، حدثنا إذن عن عبد الله بن أبي إسحاق الحضرمي وعيسى بن عمر الثقفي، هذان العالمان الجليلان. نعم. في الحقيقة يعني بناء على ما قال أخونا الفاضل، أغلب علماء العربية كانوا من القراء،
وهذا أمر بدهي، حتى المتأخرين من العلماء كانوا قراء، والأوائل كذلك كانوا قراء، ولذا هذا دعا الدكتور شوقي ضيف في كتابه المدارس النحوية أن يقول: من أسباب وضع النحو ما رأوه من اختلاف بين القراءات. ومن العراق 4 من القراء 7. نعم، 3 كوفيون واثنان من البصرة، واحد أعتقد أبو عمرو بن العلاء. أبو عمرو بن العلاء من البصرة. نعم، البصرة، وثلاثة من كوفيين. نعم صحيح، 4. نعم، عبد الله بن أبي إسحاق الحضرمي من القراء. هو توفي سنة 117 من الهجرة، لكنه ليس من 7. نعم، هذا سابق. بعد ذلك ستجد من نسله يعقوب تبع العشرة. تبع العشرة. نعم، من نسله جده يعقوب الحضرمي، يعني حفيد عبد الله بن أبي إسحاق الحضرمي من العشرة. نعم. طبعا ابن أبي إسحاق يعد كما قال الدكتور شوقي ضيف، يعني النحوي الحقيقي في مدرسة البصرة. بدأ ينتبه لموضوع القياس وقياس الشبه، ليس قياس المنطقي، ليس قياس هذا المنطقي، لا، قياس الشبه، قياس الأمور. ولذا كانت معه ومع الفرزدق يعني مساجلات كثيرة. نعم، صحيح. يعني الفرزدق عندما يقول: مستقبلين شمال الشام تضربنا بحاصب كنديف القطن منثور، على عمائمنا تلقى وأرحلنا على زواحف تزجى مخها ريري. نعم، قال ابن أبي إسحاق: أسأت، إنما هي رير. بالرفع يعني. صح. وكذلك قياس النحو في هذا الموضع. صحيح. نعم. 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 وقال يونس: والذي قال جائز حسن، فلما ألح على الفرزدق طبعا غيرها وقال: على زواحف نزيها محاسير الأمر. ثم بعد ذلك من كثرة المناوشات بينه وبين الفرزدق، فالفرزدق هجاه فقال: فلو كان عبد الله مولا هجوته، ولكن عبد الله مولى موالية. قال له: أخطأت. نسي أنه يسبه وأمسك في موضوع النحو. الصواب مولى موال. فقال له: علينا أن نقول وعليكم أن تتأولوا. نعم، نحن أهل الصنعة، نحن أهل يعني المادة اللغوية. نعم، نقول وأنتم أيها النحاة عليكم أن تتأولوا. ولا سيما الفرزدق ابن البصرة التميمي، يعني نعم، من الشعراء الأفذاذ. صحيح. وأيضا في قول الشاعر: وعبد زمان يا ابن مروان لم يدع من المال إلا مسحة أو مجلف. عبد الله يقول الفرزدق: على ما رفعت أو مجلف؟ فقال له الفرزدق: على ما يسوءك وينؤك. كلام شديد يعني. نعم نعم. اعترض طبعا، هو الأصل في المنصوب أن المعطوف يتبع المعطوف عليه. نعم، صحيح، مجلفة. نعم، وطبعا لها تخريجات كثيرة. صحيح. سئل يونس بن حبيب عن ابن أبي إسحاق وعلمه، فقال: هو والنحو سواء، وهو الغاية. فأين فقال: فأين علمه من علم الناس اليوم؟ نعم. طبعا الموضوع يتحدث عن ذكائه وفطنته، وأنه وصل درجة عالية في زمانه. ذاك يقال أول من بعج النحو. أول من بعج النحو. نعم، هو أول من بعج النحو، يعني فصله ومده ووضع مقاييسه. صحيح. نعم، وكان يقال: عبد الله أعلم أهل البصرة وأعقلهم، ففرع النحو وقاسه، وتكلم في الهمز حتى عمل فيه كتاب مما أملاه، وكان رئيس الناس وواحدهم. طيب. نعم. دكتور، ننتقل إلى عيسى سريع. عيسى بن عمر الثقفي. مولى خالد بن وليد المخزومي، نزل في ثقيف فنسب إليهم. إمام في النحو والعربية والقراءة، أخذ عن أبي عمرو بن العلاء وعبد الله بن أبي إسحاق، وروى عن الحسن البصري والعجاج بن رؤبة وجماعة، وعنه روى الأصمعي وغيره. نعم. كان أفصح الناس، وكان صاحب تقعير في كلامه واستعمال الغريب فيه وفي قراءته. ضربه عمر بن هبيرة بالسياط، فكان يقول: والله إن كانت إلا أثيابا في أسيفاط قبضها عشاروك. القضية قضية مالية معينة، يعني موضوع. نعم نعم.
يذكر الزبيدي بسنده يقول: جاء عيسى بن عمر الثقفي ونحن عند أبي عمرو بن العلاء إلى أبي عمرو فقال: يا أبا عمرو، قصة جميلة في النواحي اللغوية، ما شيء بلغني أنك تجيزه؟ قال: وما هو؟ قال: بلغني أنك تجيز ليس الطيب إلا المسك بالرف. فقال أبو عمرو: نمت وأدلج الناس، ليس في الأرض حجازي إلا وهو ينصب، وليس في الأرض تميمي إلا وهو يرفع. ليس الطيب إلا المسك، وليس الطيب إلا المسك. نعم، فيها الوجهان من ناحية التميم والحجاز. صنف في النحو الجامع والإكمال، ذهب النحو جميعا كله غير ما أحدث عيسى بن عمر، ذاك إكمال وهذا جامع، فهما للناس شمس وقمر. توفي سنة 49 و100. طيب، رحمه الله تعالى. رحمه الله. إذا من هنا دكتور محمد حدثنا عن إمام آخر وهو أبي عمرو بن العلاء أحد القراء السبعة. نعم، ذكر حقيقة دكتور حمدي كلام لطيف يستحق الوقوف عنده، مسألة تعصب أو تشدد النحويين والعلماء بالنسبة لموضوع اللحن. كان يروى أنه كان شخص في مجلس أبو عمرو، مجلس أبي عمرو بن العلاء، فلحن عنده فقال له: لا أراك إلا نذلا. ففعلا هم يشددون على هذه المسألة، ولا أرى أن هذا التشديد لأجل الصنعة، وإنما خوفا على القرآن الكريم، شديد الخوف على القرآن الكريم. فهو بالأساس نشأ هذا العلم لخدمة القرآن الكريم، لا يتقبلون الخطأ في هذا المجال، وهي غاية سامية حقيقة. أبو عمرو بن العلاء الحضرمي هو من المؤسسين أيضا، لكن من الجيل الثاني. أنا لا أقصد طبق النحويين، لكنه بعض الباحثين قسموهم إلى أطوار وإلى أجيال تضم عدة طبقات، فهو من الجيل الثاني من المؤسسين أيضا يعد، الذين طوروا علم العربية حيث ازدادت البحوث النحوية وعقدت جلسات النقاش والمناظرات في حينها في وقته، وظهرت حركة تأليف الكتب التي كانت خليطا بين النحو والصرف واللغة والأدب، وبدأت فكرة التعليل والقياس بالنضج أيضا. وأبو عمرو هو زبان بن العلاء بن عمار التميمي المازني البصري، أحد القراء السبعة، أخذ عن جماعة من التابعين وقرأ القرآن على سعيد بن جبير ومجاهد، وكان واسع العلم بكلام العرب ولغاتها وغريبها، وكان يقرأ الناس القرآن في مسجد البصرة والحسن البصري حاضر. ويروى أن الحسن لأجله قال: كاد العلماء يكونون أربابا. وقال أبو عبيدة أيضا: أبو عمرو أعلم الناس بالقراءات والعربية وأيام العرب والشعر، وكان من أشراف العرب ووجهائها. كانت عامة أخباره عن أعراب قد أدركوا الجاهلية. قال الأصمعي: جلست إلى أبي عمرو بن العلاء 10 حجج فلم أسمعه يحتج ببيت إسلامي. وهذه تعد يعني إيجابية، مسألة إيجابية في النحو، تتعلق بعصر الاحتجاج والقرب من العرب الفصحاء زمانيا. وقال إبراهيم الحربي: كان أهل العربية كلهم أصحاب أهواء إلا 4، فإنهم كانوا أصحاب سنة: أبو عمرو بن العلاء والخليل بن أحمد ويونس بن حبيب والأصمعي. طيب، توفي رحمه الله بالكوفة سنة 54 و100 على أرجح الأقوال. نعم دكتور محمد، سعود إليك. دكتور حمدي، قبل فاصل من الذاكرة حدثنا باختصار لو سمحت عن الأخفش الأكبر وعن يونس بن حبيب من نحاة البصرة. طبعا نعم، طبعا الأخافش المشهورون ثلاثة، الأخفش الأكبر وهذا أستاذ سيبوي أبو الخطاب عبد الحميد بن عبد المجيد مولى قيس بن ثعلبة، والغالب عليه اللغة أكثر من النحو. نعم، توفي 177 من الهجرة. طبعا كان إماما في العربية، لقي الأعراب وأخذ عنهم وأخذ عن أبي عمرو بن العلاء وطبقته، أخذ عنه يونس بن حبيب وسيبويه والكسائي وأبو عبيدة معمر بن المثنى، وكان دينا ورعا ثقة، وهو أول من فسر الشعر تحت كل بيت، تحت كل بيت يعني. نعم، يعني البيت وتفسيره تحته، كانوا يفسرون عموما، يأتون القصيدة كاملة ثم يفسرون. نعم،
لكن البيت وتفسيره تحته هذا أول من بدأه الأخفش، كان مؤدبا لأبي عبيدة وفيه كلام كثير. نأتي إلى يونس بن حبيب المتوفى سنة 82 و100 من الهجرة، هو أبو عبد الرحمن الضبي وقيل الليثي بالولاء، إمام نحاة البصرة في عصره ومرجع الأدباء والنحويين في المشكلات. كانت حلقته مجمع فصحاء الأعراب وأهل العلم والأدب، سمع من العرب كما سمع ما من قبله، أخذ الأدب عن أبي عمرو بن العلاء، وكان النحو أغلب عليه، يعني النحو أغلب عليه أكثر من اللغة، له قياس في النحو. نعم، أخذ عنه الكسائي والفراء وأبو عبيدة وخلف الأحمر وأبو زيد الأنصاري وغيرهم من الأئمة، وله قياس في النحو ومذاهب يتفرد بها. جميل. وكان لصيقا برؤبة، ولذا كان يتعصب له كثيرا عندما أحد الناس في مجلس أبي عمرو بن العلاء يعني لامز رؤبة، فقال له: علك تظن أن معد بن عدنان كان أفصح من رؤبة، فأنا غلام رؤبة، فما الروبة والروبة والروبة والرؤبة. نظام الشباب. نعم. يتشدد. نعم. يعني معنا. فغضب الشيخ وترك الحلقة. نعم. ومشى. نعم. له من الكتب كتاب معاني القرآن الكريم، كتاب اللغات، كتاب النوادر الكبير، كتاب الأمثال، كتاب النوادر الصغير. طبعا أغلب هذه الكتب لم تصل إلينا. نعم. إذن مشاهدينا لا تذهبوا بعيدا، فنتوقف الآن مع فقرة من الذاكرة ستكون هذا الأسبوع مع عيسى بن عمر الثقفي، وهو الإمام في النحو والعربية والقراءة. هذا النحو جميعا كله غير ما أحدث عيسى بن عمر، ذاك إكمال وهذا جامع، فهما للناس شمس وقمر. ذهب النحو جميعا كله غير ما أحدث عيسى بن عمر، ذاك إكمال وهذا جامع، فهما للناس شمس وقمر. ما هذا يا آنسة قواعد؟ أهو إعلان لترويج بضاعة؟ هذه إحدى وسائلنا في الإعلان، فهذا الرجل يروج لي كتابين من تأليف عيسى بن عمر. ذهب النحو جميعا كله غير ما أحدث عيسى بن عمر، ذاك إكمال وهذا جامع، فهما للناس شمس وقمر. ومن هو عيسى بن عمر؟ أبو عمرو عيسى بن عمر الثقفي، ألم تسمع عنه؟ ولد في البصرة في العقد السابع من المئة الأولى للهجرة، من أسرة تقن ورواية للحديث والقراءات. درس على أعلام عصره في الرواية والقراءة والعربية، وأصبح من أعلم الناس وأفصحهم. ويكفي لكي تعرف قدره أن تعلم أن الخليل بن أحمد الفراهيدي كان تلميذه. ذهب النحو جميعا كله غير ما أحدث عيسى بن عمر، ذاك إكمال وهذا جامع، فهما للناس شمس وقمر. أهلا بكم مشاهدينا الكرام من جديد في لسان العربي من الرافدين، ونذكر بموضوعنا هذا الأسبوع: اللغة العربية في العراق الجزء الثاني. ضيفنا عبر سكايب من بغداد دكتور محمد، إذا ما زلنا في سلسلة العلماء الأوائل في العراق والنحاة، ولا سيما نحاة البصرة، نتحدث الآن عن مرحلة مهمة لتطور النحو واللغة على يد عبقري العربية الخليل بن أحمد الفراهيدي، حدثنا عنه متفضلا. أولا أعتذر، ربما الصورة غير واضحة لأنه انقطع التيار الكهربائي. نعم، هذا يعني تعودنا على هذا الأمر في بغداد. مع الخليل ندخل طور جديد، طور النمو والنشوء ممكن أن نسميه، حيث الجهود المشتركة في تطور النحو بين البصريين والكوفيين والمنافسة الشديدة بين المدرستين
والاهتمام بأبنية الكلام والتقصي واستقراء المأثور عن العرب وإعمال الفكر. أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم الفراهيدي الأزدي البصري سيد الأدب في تصحيح القياس واستخراج مسائل النحو وتعليله، وهو الذي استنبط علم العروض وأخرجه إلى الوجود وحصر أقسامه في 5 دوائر ضمت 15 بحرا كما هو معروف، ثم زاد الأخفش بحرا سماه الخبب. نعم، كان من تلامذة أبي عمرو بن العلاء وأخذ عنه سيبويه، يعني كما يقال كابر عن كابر، تتلمذ على أبي عمرو بن العلاء وأخذ عن سيبويه. وعامة كاي في كتاب سيبويه عن الخليل، وكلما قال سيبويه سألته أو قال من غير أن يذكر القائل فهو يعني الخليل. اتصف الخليل بالزهد في الدنيا والانقطاع إلى العلم، وقال النضر بن ميل أقام الخليل في خص بالبصرة لا يقدر على فلسين، وتلامذته يكسبون بعلمه الأموال. له مؤلفات كثيرة، منها كتاب العين وكتاب النغم، وهو الكتاب الذي يؤكد معرفة الخليل بعلم الموسيقى معرفة تامة في تفاصيل كثيرة، وكتاب الإيقاع وهو كسابقه، وكتاب العروض. قال أبو الطيب اللغوي بلغنا عن الخليل أنه تعلق بأستار الكعبة وقال اللهم ارزقني علما لم يسبقني إليه الأولون ولا يأخذه إلا عني الآخرون، ثم رجع وعمل العروض. سبحان الله، كانت دعوة مستجابة، ربما يعني هم أخلصوا النية لله سبحانه وتعالى. وله أيضا كتاب النقط والشكل، وقد ذكر أن الخليل هو أول من وضع النقط، أقصد نقط الإعجام، ورسمه في كتاب وذكر علله، وفي هذا الكتاب ابتدع الشكل المعروف الذي أخذه من صور الحروف، فالضمة واو صغيرة في أعلى الحرف، والكسرة ياء صغيرة تحته، والفتحة ألف مبطوحة فوقه. صحيح. وابتدع الخليل أيضا علامات الشكل المعروفة الأخرى، وهي الهمزة والتشديد والروم والإشمام. وله كتب أخرى ككتاب الشواهد وكتاب الجمل وغيرها. نعم. توفي الخليل رحمه الله في البصرة سنة 175 وقيل 70، وأيضا قيل في سبب موته أنه قال أريد أن أعمل نوعا من الحساب تمضي به الجارية إلى البياع فلا يمكنه أن يظلمها، فدخل المسجد وهو يعمل فكره فصدمته سارية غافل عنها فانقلب على ظهره فكانت سبب موته رحمه الله تعالى. رحمه الله. بركت دكتور محمد وسعود إليك أيضا. إذا دكتور حمدي، نتحدث الآن عن خليفة هذا العبقري الفراهيدي ألا وهو إمام النحاة سيبويه. نعم. نعم. سيبويه. نعم. عمرو بن عثمان بن قنبر مولى بني الحارث بن كعب بن عمرو. نعم. سيبويه لقبه، وهو المشتهر به سواء كان بمعنى رائحة التفاح أو بمعنى ذي الثلاثين رائحة، أيا كان فهو اسم فارسي. صحيح. نعم. طبعا أخذ عن علماء عصره، ومن أكثر الذين أخذ عنهم الخليل بن أحمد. صحيح. وجمع لنا كتابا كانوا يسمونه قرآن النحو. نعم. هذا الكتاب المسمى بالكتاب الذي إذا أطلق في أمور النحو لا يطلق إلا عليه، صار علما بالغلبة. نعم. الكتاب معروف، كتاب سيبويه. نعم. جمع فيه علم النحويين السابقين له، ورتبه ترتيبا جيدا رائعا رائقا، وتكلم فيه بنظام طبعا فيه تعليل، لكنه تعليل تعليمي، فيه قياس، والنحو قياس. صحيح. فيه شواهد كثيرة جدا من القرآن الكريم وأقوال العرب، وأقوال العرب سواء كانت شعرا أم نثرا، وفيه يعني كما جمع بعض زملائنا 34 حديثا لكنها غير منسوبة. كان موقفه من القراءات القرآنية موقفا رائعا على خلاف غيره من الذين كانوا يخطئون بعض القراءات وخاصة المتواترة منها. كان ينسب القراءة إلى اللغة ويتحدث على اللغة ولا يتحدث على القراءة. نعم. فيعني ولذا
من العلماء من جعله من مدرسة القراء. نعم، فالكتاب طبعا سيبويه وقصة موته مشهورة معروفة في موضوع المناظرة في المسألة الزنبورية مع الكسائي، مع أنه كان محقا، لكن المشكلة في الأعراب الذين احتكموا إليهم. الأعراب أعراب الحطمة كان علماء مدرسة البصرة لا يحتجون بكلامهم، وعلماء مدرسة الكوفة يحتجون بكلامهم، وهذه المشكلة. فلابد أن يقولوا ما قاله الكسائي لأنه يأخذ عنهم، وصحيح في كلامهم لكنهم مضعفون عند علماء أهل البصرة. والقرآن الكريم فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا بالرفع. نعم، صحيح. هو ظل متأثرا حتى مات يعني، وعلى هذه نعم قتلته المسألة الزنبورية. لم يرجع إلى البصرة، وإنما رجع إلى بلده في بلاد فارس أو في الأهواز، صحيح، على اختلاف في الروايات، وبقي هناك إلى أن مات، ومات هو شاب. صحيح، نعم، رحمه الله، رحمه الله تعالى. نتحدث أيضا، ما زلنا في نحات البصرة دكتور محمد، عالمين آخرين هما اليزيدي والنضر بن شميل. اليزيدي هو المقصود به أبو محمد يحيى بن المبارك ابن المغيرة العدوي اليزيدي النحوي المقرئ اللغوي، هكذا يعرفونه، مولى بني عدي بن عبد مناط بن تميم. قيل له اليزيدي لأنه صاحب يزيد ابن منصور خال المهدي مؤدبا لولده فنسب إليه. هو بصري سكن في بغداد، وحدث عن أبي عمرو والخليل، وعنهما أخذ العربية، وأخذ عن الخليل اللغة والعروض. كان أحد القراء الفصحاء العالمين بلغات العرب والنحو، وخالف في القراءة أبا عمرو في حروف يسيرة اختارها هو. صنف المختصر في النحو والمقصور والممدود والشكل أيضا، العنوان الذي تكرر، نعم، والنوادر في اللغة والوقف والابتداء. وكان أيضا أديبا شاعرا مجيدا. توفي أبو محمد اليزيدي سنة 200 عن 74 سنة في خلافة المأمون ابن الرشيد. وأما النضر بن شميل فهو أبو الحسن النضر بن شميل ابن خرشة ابن خرشة التميمي المازني النحوي، لغوي وأديب بصري، ولد بمر ونشأ بالبصرة. كان عالما بفنون من العلم، صدوقا ثقة، صاحب غريب وفقه وشعر ومعرفة بأيام العرب ورواية وحديث أيضا. وهو من أصحاب الخليل بن أحمد، فقام بالبادية 40 سنة فأخذ عن فصحاء العرب، وسمع من هشام بن عروة وحميد الطويل وغيرهم من صغار التابعين. روى عنه يحيى بن معين وعلي المديني، وهو ثقة حجة احتجوا به في الصحاح. نعم، له مؤلفات كثيرة، منها كتاب غريب الحديث، وكتاب المعاني، وكتاب الجيم، وكتاب الشمس والقمر، وكتاب المصادر، وكتاب الأنواء، وغيرها كثير. توفي النضر بن شميل في ذي الحجة سنة 400 وقيل 300 رحمه الله، رحمه وجزاه عنا خيرا. أمين. سعود إليك أيضا دكتور محمد، بوركت في سؤال أخير. إذا دكتور حمدي، حدثنا عن قطرب وعن كتابه معاني القرآن وتفسير مشكل إعرابه. نعم، قطرب من تلامذة سيبويه. سيبويه كان له من التلامذة الأخفش الأوسط، كان سعيد بن مسعدة، قطرب والناشي. نعم، فقطرب أبو علي محمد بن المستنير ابن أحمد النحوي اللغوي البصري، نعم، أو البصري على رأي، نعم، نسب على رأي، نعم، على رأي بعض أهل اللغة الذين تكلموا وأوجبوا الكسر فيها. لما سمي قطرب؟ يعني كان محبا للعلم، فكان يذهب مبكرا في الأسحار وينتظر على باب سيبويه، فعندما يفتح الباب يجده أمامه فقال: ما أنت إلا قطرب ليل. سيبويه داب، نعم، فصار لقبا عليه. نعم، وهو أول من جمع المثلث في اللغة. كتابه إن كان صغيرا لكنه الكتاب الأول، ونظم، وإلى الآن في بلاد أفريقيا يحفظونه الطلاب. نعم، نعم، يحفظونه من المقررات عندهم. نعم، التي تحفظ. صحيح. وكان معلم أولاد أبي دولف العجلي. الجاحظ يقول: المعلمون عنده على ضربين، على نوعين. نعم. أناس ارتفعوا عن تعليم أولاد العامة إلى تعليم الخاصة،
ومنهم رجال ارتفعوا عن تعليم أولاد الخاصة إلى تعليم أولاد الملوك أنفسهم المرشحين للخلافة، وعد منهم الكسائية وقطروبة. نعم. طبعا العلماء اختلفوا في تضعيفه وتوثيقه، يعني ابن سكيت والأزهري والسيوطي يقولون يعني يضعفونه، أو يقولون يخلط الغث بالسمين من ناحية الأخذ برواياته، الروايات لأنه كان معتزلي من أجل هذا العقيدة. لعل هذا التضعيف أتى من هذه الجزئية، لكن فيه من العلماء من وثق. ابن النديم قال هو ثقة فيما يحكيه. الخطيب البغدادي قال نزل قطرب بغداد وسمع منه بها أشياء من تصانيفه، وروى عنه محمد بن الجهم السمري وكان موثقا فيما يحكيه. وابن خلكان قال وكان من أئمة عصره، له كثير من المصنفات منها الأزمنة وتلبية الجاهلية، الأضداد، الفرق في اللغة، المثلثات في اللغة، معاني القرآن وتفسير مشكل إعرابه، وفي غير المطبوع كتاب الاشتقاق، الأصوات، الأنواء، إلى آخره من الكتب الكثيرة. توفي سنة 620 من الهجرة. أما كتابه معاني القرآن وهو مطبوع وكتاب جيد، وقالوا يعني طبعا فيه جوانب اعتزالية. نعم. معاني القرآن طبعا عندنا في معاني القرآن وفي إعراب القرآن وفي مشكل القرآن، تفسير مشكل. نعم. معاني القرآن يعني هو التفسير اللغوي للقرآن الكريم. نعم. مشكل القرآن الأشياء الملتبسة، تبيين وتوضيح للأشياء الملتبسة في اللغة، في اللغة أو في غير ذلك. نعم. الناحية الإعرابية معروف إعراب القرآن الكريم، يعني إعراب الألفاظ سواء كانت مفردة أم مركبة، وخاصة في النحو تكون مركبة يعني. صحيح. نعم. وطبعا كل هذا يخدم التفسير. التفسير، وأعني بالتفسير التفسير التحليلي. نعم. لأنه التفسير التحليلي وخاصة الذين اعتمدوا على الأمور اللغوية والنحوية وأفادوا أفادتهم في الأمور التفسيرية، في التفسير كثير، وكتب التفسير حتى كتب التفسير بالمأثور. يعني ابن جرير الطبري في تفسيره يرجع إلى نحات البصرة وإلى نحات الكوفة، ثم بعد ذلك يقول رأيه. نعم. فيعني لازم، لابد، لازم. لماذا بهذه الكيفية؟ حتى يأتي بالمعنى الذي يوافق القراءة. طبعا كتابه معاني القرآن هذا كتابه مهم جدا، لأنه من أول الكتب التي اهتمت بالقراءة القرآنية وتوجيهها. المتقدم. متقدم. نعم. فله مزية التقدم. فيه مادة غزيرة في اللغة من النحو والصرف والشواهد الشعرية واللهجات العربية وغير ذلك. منهجه طبعا منهج على نظام ككتب التفسير. نعم. من الفاتحة، البقرة، العمران، ويأتي بالأشياء التي تحتاج أو الآيات التي تحتاج إلى تفسير وإلى معنى. لكنه خالف هذا المنهج في مظهرين. الأول خص بعض المسائل بأبواب مفردة، فصل فيها الكلام عن بعض القضايا اللغوية، مثل الوقف وكيفياته، الابتداء وكيفياته، الوقف والابتداء مهم جدا. صحيح. نعم. والوقف والابتداء في الأصل نحو. صحيح. نعم. وممكن يغير المعنى، ممكن يؤدي إلى الكفر. الكفر. نعم. نعم. يعني من الأمور التي، وخاصة في الأمور التي تحدث في صلاة التراويح عند الذين يسرعون. قالوا إنا نصارى، الله أكبر. طيب هل هذا وقف؟ طيب وما دمتم نصارى لماذا تصلون؟ نعم. الثاني يتمثل في جمعه الآيات التي تشترك في الحكم نفسه في مكان واحد، وهذا يعني معناه تفسير القرآن بالقرآن. نعم. إذن في آخر سؤال معك دكتور محمد، حدثنا عن أبي عبيدة، تفضل. سألت عن علم، وفعلا علم وعلامة كبير. في الحقيقة نحن لا نميل إلى تقديس الأشخاص، لكنه من باب الوفاء ورد الفضل لأصحابه. أبو عبيدة معمر ابن المثنى التيمي البصري، اللغوي العلامة الإخباري، مولى بني تيم قريش، طبعا صاحب التصانيف. روى عن هشام بن عروة الحديث، وأخذ عن أبي عمرو بن العلاء ويونس بن حبيب. كان أحد أوعية العلم ومن أعلم الناس باللغة وأنساب العرب وأخبارها، وهو أول من صنف غريب الحديث. هذه من فضائل الرجل.
أخذ عنه أبو عبيد القاسم بن سلام وأبو حاتم السجستاني وأبو عثمان المازني وغيرهم، كلهم أخذ عنه، وكان أبو نواس يتعلم منه، وقد قال عنه أديم طوي على علم. قال ابن ناصر الدين حكى عنه البخاري في تفسير القرآن لبعض لغاته. لم يزل أبو عبيد يصنف حتى مات، وتصانيفه تقارب 200 تصنيف، منها كتاب مجاز القرآن وكتاب غريب الحديث وكتاب الديباج وكتاب الحدود وكتاب البلح وكتاب الضيفان وكتاب القبائل، جمع بين التفسير والحديث والفقه والنحو وبين القضايا الاجتماعية أيضا. أفل نجم أبو عبيدة سنة 900 في البصرة على الأرجح، وقيل في سبب وفاته بعض الروايات، منها أنه أن محمد بن القاسم بن سهل النوشجاني أطعمه موزا فمات منه، ثم أتاه أبو العتاهية فقدم إليه موزا فقال له: ما هذا يا أبا جعفر؟ قتلت أبا عبيدة بالموز وتريد أن تقتلني به؟ لقد استحليت قتل العلماء. سبحان هذا ما روي في موتي رحمه الله. نعم، إذا في ختام فقرة موضوع حلقتنا لهذا الأسبوع نشكر ضيفنا عبر سكايب من بغداد دكتور محمد عبيد الجوراني الكاتب والباحث في اللغة العربية، شكرا جزيلا لك لهذه المشاركة دكتور محمد، حياكم الله. شكرا لكم. أما الآن مشاهدينا الكرام فنبقى مع وقفة قصيرة وفقرة من الذاكرة، ستكون هذه المرة مع سيبويه إمام النحاة. أتدري يا أستاذ ما السبب الذي جعل سيبويه وهو رجل من أصل غير عربي يجد في دراسة أسرار اللغة العربية حتى يصبح ذلك النابغة الذي ما يزال كتابه هذا أول مرجع قديم في قواعد النحو؟ لا والله لا أعرف السبب. أنا أخبرك، لقد كان سيبويه في مطلع حياته منصرفاً لدراسة الفقه والحديث وتفسير القرآن، ولم تكن دراسة النحو وقواعد اللغة تخطر على باله لا من قريب ولا من بعيد. سبحان الله. ولكن سيبويه حين كان يدرس تلك العلوم الدينية في البصرة كان يشعر بغصة وألم وغضاضة كلما نطق كلمة عربية بطريقة أعجمية، فيضحك زملاؤه منه ويقولون له: لقد لحنت يا سيبويه، لقد لحنت. أي نعم، آنذاك قال لنفسه: والله والله لأطلبن علما لا يلحنني معه أحد، وتوجه إلى حلقة عبقري العرب الخليل بن أحمد الفراهيدي، فكان من أنبه تلاميذه، ثم وهب حياته كلها للتعمق في أسرار اللغة العربية والاستمتاع بعالمها السحري الجميل. فإذا سمعت نحويا يقول: قرأت في الكتاب كذا وكذا، فهو يعني كتاب سيبويه. نعم يا سيدتي. فكلمة الكتاب عند النحويين بخاصة نعم. تعني كتاب سيبويه. سيبويه واحد من أعظم من خدموا لغة القرآن الكريم، وكتابه مرجع في اللغة والصرف والنحو، وكان عنوان كتابه الكتاب. أهلا بكم مشاهدينا الكرام، إذن من جديد في لسان العربي من الرافدين، وقد وصلنا إلى فقرة البيان القرآني، وعنوانها هذا الأسبوع: اللغات في القرآن الكريم، الجزء 22. نبدأ مشاهدينا الكرام البيان القرآني من سورة سبأ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته. ما معنى من سأته هنا دكتور، وما لغتها؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. السيوطي يذكر عن ابن الجوزي يقول: حكى أنها العصا بالزنجية. وقال ابن جرير بسنده عن السدي قال: المنسأة العصا بالحبشية.
لكن معظم العلماء يذكرون الكلمة على أنها عربية ويذكرون اشتقاقها. من ذلك قول الفراء: تأكل من سأته همزها عاصم والأعمش، وهي العصا العظيمة التي تكون مع الراعي، أخذت من نسأت البعير زجرته ليزداد سيره، كما يقال نسأت اللبن إذا صببت عليه الماء، وهو النسيء ونسيئة المرأة إلى آخره من الأمور الاشتقاقية المختلفة الكلمة. ومن الذين قالوا باشتقاق الكلمة الراغب الأصفهاني قال: والمنسأ عصا ينسأ بها الشيء أي يؤخر، قال: تأكل من سأته. ونسأت الإبل في ظمئها يوما أو يومين أي تأخرت، إلى آخره من الكلام. من ذلك أيضا مشاهدينا الكرام في قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، السماء منفطر به كان وعده مفعولا، في المزمل. ما معنى منفطر وما لغتها دكتور؟ يذكر السيوطي عن ابن جرير الطبري بسنده عن جابر عن عبد الله عن عكرمة عن ابن عباس: السماء منفطر به، قال: ممتلئة بلسان الحبشة. الكلمة في الحقيقة عربية لورودها باشتقاقاتها ومعانيها المختلفة فيها، يعني في اللغة، يعني السمين الحلبي يذكر الآيات القرآنية التي وردت فيها مادة الفاء والضاء والراء. نعم. فاطر السماوات والأرض مبتدعها ومنشئها من غير مثال احتذاء، وفطرت البئر ابتدعته وحفرتها، إلى آخره. السماء منفطر به، إذا السماء انفطرت، وقد فطرته فانفطر انفطارا، تكاد السماوات يتفطرن منه، إلى غير ذلك. فطرة الله التي فطر الناس عليها. نعم. يعني التي فطر فطور، إلى آخره. فالكلمة ما دامت وردت باشتقاقات مختلفة فهي عربية. من ذلك أيضا مشاهدينا الكرام في قوله تعالى في سورة الكهف: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه، بئس الشراب وساءت مرتفقا، نعوذ بالله. دكتور، ما معنى كالمهل هنا وما لغتها؟ السيوطي يقول: قال شيذلة في البرهان: المهل عكر الزيت بلسان أهل المغرب. وقال أبو القاسم في لغات القرآن: بلغة البربر. طبعا مثل أهل المغرب أو البربر هذا لم يكن موجودا ولم يكن فيه اتصال بين العرب وبين أهل المغرب. صحيح. نعم. الكلمة عربية لورودها باشتقاقاتها المختلفة في المعاجم العربية. في اللسان: المهل اسم يجمع معدنيات الجواهر، والمهل ما ذاب من صفر أو حديد، وهكذا فسر في التنزيل. الله أعلم. والمهل والمهلة ضرب من القطران، ماهي رقيق يشبه الزيت، إلى آخره. وقال أبو عمرو: المهل دردي الزيت. قال: والمهل أيضا القيح والصديد، ومهلت البعير إذا طليته بالخضخاض فهو ممهول، إلى آخره. تجد موضوع المهل وغير ذلك من الألفاظ، وممهول وخلافه، تجدها موجودة باشتقاقاتها المختلفة في لغة العرب. من ذلك أيضا في قوله تعالى مشاهدينا الكرام: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا، في المزمل. ما معنى ناشئة دكتور وما لغتها؟ ينقل السيوطي عن وكيع بسنده عن ابن عباس في قوله تعالى: إن ناشئة الليل، قال بلسان الحبشة: إذا شاء قام. نعم. وقال ابن أبي شيبة في المصنف بسنده إلى عبد الله رضي الله عنه: إن ناشئة الليل، قال: هي بالحبشية قيام الليل، وغير ذلك من الذي نقله السيوطي. الكلمة وردت في اللغة العربية باشتقاقاتها المختلفة. قال الأزهري: أخبرني المنذري عن الحربي عن الأثرم عن أبي عبيدة قال: ناشئة الليل ساعاته، وهي آناء الليل، ناشئة بعد ناشئة. وأخبرني المنذري عن إبراهيم الحربي أنه قال: كان أنس والحسن وعلي بن الحسين والضحاك والحكم ومجاهد يقولون: ناشئة الليل أوله، وإليه ذهب الكسائي. قال القرطبي: قال العلماء: ناشئة أوقاته وساعاته. إلى آخره من الكلام الذي يدل على أنها عربية. نعم. طيب، في آخر آية أيضا في قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم،
نون والقلم وما يسطرون في القلم، ما معنى نون هنا وما لغتها دكتور؟ السيوطي ينقل عن الكرماني في العجائب وكتاب، طبعا الكرماني يقول عجيبة يعني موضوع غير صحيح. نعم، عن الضحاك أنه فارسي وأصله أنون ومعناه اصنع ما شئت. يستغرب هنا هو. نعم. الكلمة طبعا عربية لأن الكرماني يكمل ويقول والظاهر أنه من حروف التهجي كأخواته. الحروف المقطعة التي في أوائل السور التي هي من إعجاز القرآن الكريم، وأن القرآن الكريم مؤلف مما من هذه الحروف التي تنطقون بها وتتكلمون بها، وعجزتم أن تأتوا بمثله أو بأقل سورة من مثله. جزاكم الله خير الجزاء. في ختام هذه الحلقة نشكر ضيفنا الأستاذ الدكتور حمدي بخيت، أستاذ اللغة العربية بجامعة غريسون التركية. بارك الله فيكم. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. إياكم. إذن نلقاكم مشاهدينا الكرام الأسبوع المقبل إن شاء الله تعالى، وحلقة جديدة من لسان العرب في رعاية الله وحفظه.